عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مقطعنا أمونج أس. بس قبل ما نبدأ بالمقطع فتحت كود ايتم شوب يا جماعة، لا تنسون تحطونه، الكود هو MD10. حطه لا أفقع وجهك بلي لو سمحت، حطه شل الكود اللي انت حطه وحط كودي MD10. الله يسعدك. مقطعنا أمونج أس مع شنق مودي اليوم، يعني في ضحك في ضحك 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 ضحك. لا تنزل اللايك، تعالوا الانستا لو سمحتوا، اشتراك. ما ابي اطول عليكم المقدمة، تفلسفت واجد، بس يعني لا تنسوا تحطوا كود الايتم شوب MD10، يعني لا تنسون لو سمحتوا MD10 ان ذا ايتم شوب. وش رايكم انا انجليزي؟ خليكم مع المقطع، الله يسعدكم ويدخلكم جنات النعيم يا رب. خليكم مع المقطع. انا أفا يا ذا العلم خوي يموت، أفا يا ذا العلم اللي ما يطلعه مو برجل. ركز ركز الآن يا أخوان، من اللي جاكم من فوق؟ أبو براء. أنا جاي من فوق من عند الكافيتيريا. حلو تمام. أسألك، قابل من؟ قابلت مين طيه؟ قابلت قابلت يوم إني رايح من عند شيلز، طبعا أنا جاي من شيلز، قابلت ريدكس في نافيجيشن. ما يدخل أنا قابلتك. لا انت قول مين قابلت. انت سألني من وين جاي النافيجيشن يا ابو برا؟ من وين جايها؟ من وين جايها ابو برا؟ من الشيلز، من تحت، من الستورج. اول شيء عند الالكتريكال، ثم عند الشيلز، ثم من الويبنز، ثم عند يب يب. طيب عندي سؤال، الجيت فينكسز بس بالله عليك. ويبنز ويبنز. طيب انا الان تحطونها فيني تكفون، بس يا اسلم اقدر اجزم بالعشره انها ابو برا. قولوا ليه يا عيال، ما يا عيال مريت من الويبنز ما شفت جثه. اسمعش بقول، يوم طبت الكهرباء يا جماعه الخير، انا والاستاذ مودي 10 كنا اقصى يمين تحت عند الكوره هذيك اللي ضغط فيها ازرار، شطفني ريدكس. ريدكس رجع على نفس الخط، خليته مع مودي وما ذبح مودي والكهرباء طافيه. رجعت ابي اشيك، لقيت مودي طلع فوق وكمل وراح على ويبن وما سوى اي جثه وراه. كملت، كان معي ريدكس، انا وريدكس مشينا مع بعض من ذيك الجهه، ما كان عندنا اي كائن حي. يوم مرينا جاء ابو براء قال انا مريت من عند الويبن. اذا معناته يا عيال مريت من الويبنز، بس هذا من زمان يا عيال، من زمان سويت مهمه، سويت حقت إيش؟ انا باليمين من اول الراوند، انا باليمين يا عيال، مريت من الويبنز من دقيقه، ومريت من الويبنز من زمان يا عيال، ما في جثه تكفون، لا تجلطوني. بعدين رحت عند الرياكتر وكلكم كنتوا موجودين هناك. اسمعني مودي الحق. طيب يا وصلت شيل، طف النور. مودي اختفى. مودي 10 اتوقع انه راح. طيب انا لان كان مودي انا مار من ذيك الجهه، انا مار من ذيك الجهه. اسمعوا انا بري لكم تيمز من هذه القتله، بس يا بمعين انا كان معي بكل يا عيال. ما هو انا احمد، لا لا تذب اتهام، لا تذب اتهام، لا تذب، لان ما سوى سكيب. خلنا نسوي سكيب، خلنا نسوي قتله واحده يا عيال، قتله واحده سوى سكيب، لان مو بنا يا عيال، بتتاكدون. ما ادري ليش حسيت انه ورا يا بيب دمك سكيب. الله يا عيال، اقول لك سكيب لاني ما بيطلع. وش تبون؟ حرام، مين صوت علي دقيقه؟ مودي شوفي، حاولت ابغى، بس هذول مواطنين سبايك، مواطنين سبايك بين راسي الحين. لا انا ما يدخل، ما يدخل، ما يدخل معه. ما في شيء واضح يا احمد، بس نذبحها خلاص، صار ابو برا. ما اقدر اخسر مواطنين زياده، ما اقدر يا عيال، ما اقدر اخسر مواطنين زياده. قاعد مواطنين قاعدين يتيرون. شوف بتصوت علي يا احمد، هذا مو بلعب، لانها جثه واحده، ونهائيا مريت من الويبنز ما شفت ولا جثه، وبتصوت علي من اول قتله. ترى ما هو بلعب، العب لعب وصول، اذا صار في صوص ثاني علي خلاص حط علي صوص، زي ما في اي واحد. طيب اوكي ركز معي، صوتي الحالة ما بيطلعك صح؟ صح. طيب يب يب يب. طيب ابيك تقنع الناس الباقيين، انا بقول كلمتين بس. تمام اسلم يا جماعة، طفى الكهرباء قبل شوي،
كان في اليمين مرة يوم يطفى الكهرب مودي عشرة وريدكس. أنا رحت كني بصلح لكن عاكسني ريدكس من الاسترج رايح على أقصى اليمين، قلت هبا أرجع أبا شوف إيش بيسوي، بيذبح مودي عشرة أو لا. رحت هناك لقيت ريدكس ما ذبح مودي عشرة، مودي عشرة كمل على ويبون فوق، وريدكس راح على النوفيجيشن ثم رجع وقف على الكامات، جلست معاه أبو خمس ثواني ثم تحركت طلع هو معاي. الويبون كانت فاضية جدا، كملنا على جهة الرياكتر، اشتغل الرياكتر، جاء الريبورت بعدها أبو برا قال أنا كنت بالويبن، أنا من بداية الراوند كنت في مين؟ دقيقة أحمد، طيب دقيقة خليني أخلص، فيني ماني ثاني خليني أخلص، خلص بس عطني وقت أمشي. أوكي بعطيك 60 ثانية، من بداية الراوند أنا كنت مين؟ في المنطقة هذه كاملة أبو برا ما كان موجود، ما كان موجود إلا قبل الريبورت ليصير من نيك سيمز. نيك سيمز سوى ريبورت وقت ما اشتغل الرياكتر، اشتغل الرياكتر يبغى يودينا القاتل يسار، مستحيل نسير ريبورت، لأن لو سير ريبورت كان بيروح يسار نيك سيمز وما بيسوي ريبورت. طيب أعطني الحين 60 ثانية. طيب أوكي لا حد يصوت لأني بتكلم، عندي كلام. أولاً قبل الريبورت أنا نهائي ما كنت في اليمين، كنت عندكم في الرياكتر وكانوا موجودين العيال كلهم هناك في الرياكتر، هذا أولاً تصحيح لكلامك لأنك كنت تقول أني أنا في أقصى اليمين. ثانياً لما تقول أنه ما كان في أحد يسار يسار عند حقة ذي أنا كنت دبعة المربعات ما كان شفته جامعة يب أنت كنت قاعد تسوي فوق إيه يب، هذا أولاً. ثانياً ترى أنا مريت من عند الويب، مريت من عند الشيلز ومن النافيجيشن وشفت هناك ريدكس كان يسوي مهمة في النافيجيشن، ومريت من عند الويبنز ما كانت فيه جثة نهائيا، وكنت هناك موجود قبل التصويت يمكن تقريبا 15 ثانية او 20 ثانية، ثم رحت عند الكافيتيريا سويت حقة الكهرب يمين، ثم نزلت ثم دخلت الكافيتيريا كانت بس خلاص. هذا انت كلام بودي شهد مع ابو برا، انا ما شهدت عليه بودي يا عيال، ما هو بنتك يا اخي انا مش صوت في فرق ما اقول كثير والله، سكبوا علي صوص خلاص في فرق ما اقول انا شفته لان يا عيال ما يا جماعة أكسات تكفون عشان نخلص أكسات هذا بفورت نايت أبو خالد. أكسات لازم السلام عليكم. السلام عليكم. سكيورتي تقفل علي الباب. اوكي احمد خليني اخر واحد بالله، بما اني مضمون اني مواطن خليني اخر واحد. يب انا ضامنك على الكلام اللي قلته قبل شوي. ايوه طيب خليني اخر واحد عشان انا ابغى اتربص الواحد كذاب الان بيكذب. رامي انا ونكسمز مع بعض يا مجال بلاغ. انا والله ما ادري سيب الاورنجن رامي. طيب اوكي مودي هلا، الجثة وين لقيتها؟ بالمد. طيب ركزوا معي يا جماعة، الجثة سيلف ريبورت. أبا أقول لكم ليش. أنا كنت بالكامات وكنت أنتظرك تخلص عشان أقول لك الشيء هذا. تقفلت بابات حقت الكافيتيريا، اللي طلع من الكافيتيريا هم اثنين مودي عشرة ورختر، دخلوا مع بعض تحت في الميد باي. مودي مذبحة على طول، انتظر شوي زيادة، طلعت أنا من السكيورتي بس ما دخلت الميد باي، كملت على الكافيتيريا. كنت متوقع أن مودي بيذبح واحد فيها هناك، لكن مودي مذبح واحد فيها هناك. شفت بالكاميرات أنه كانوا في ثلاثة، رامي كان أقصى يمين وبودي كان معاه نيك سيمز وريدكس. أنا ضامن أنه صوت قبل شوي معي على أبو برا، فاللي صار كالآتي: انفرد مودي برختر وطيره بالميد باي، وأنا أقول لكم سيلف ريبورت. هذا اقنعني، انا قايل لك من البدايه انه مود لانه قاعد يلحقني بيذبحني. هذا اقنعني، انا قعدت انا ورامي ردك انا بجيت خلوا يبرر. طيب هذا اقنع والله، يسعد امك يا احمد زين. مبروك يا احمد، فزت ب 10000 دولار بطولة العالم. عطوا شباب 10000 دولار فاز. يلا يلا برا يلا تبعوا، فسخني تفسيخ وين لا. لو اني ما استعجلت كان قفط المبوستر. اوبا دبل كل. اوكي دبل كل. ياب دبل دبل وقل يكترك 100% بعد. ياب صادق كلهم اثنين بالالكترك. بالالكترك انا كنت بالالكترك. ياب المشكلة مودي من اللي كان معك. طيب قل لي لا كنت توني دخلها قاعد تسوي توني مخلصها. ما طلع لك ريبورت؟ لا ما طلع لي. يعني سلف؟ لا مستحيل. ريدكس اللي فوق يا عيال، مين اللي كان جنبه واحد؟ يعني وين اماكنكم؟ مودي شفت انا في الويبنز. يعني وين كانك اختر؟
كافيتيريا. كافيتيريا اوكي. هذا واحد ديناسوس. الثاني وين مكانك رامي؟ انا شفت الكهرب طافي ورحت على النافيجيشن. احمد ديناسوس رخسر شو الجثة بالالكتريك. الجثة بالالكتريك. لا انا معاردكس. انا معاردكس ثاني يجي الريبورت اللي سوى قبلي. لا أنت كذا بسوي عليك بكسر. لا يا كذاب يا عيال في البداية قال أكيد الجثة في الإلكتريكال. مجنون الولد يا حبيبي. لا تسوي مجنون. أنا معاك ريدكس تجاهدني. أنا جنبك ماشي. ما شفتك شنك. أنا صدمت إنك تقول في الإلكتريك. حسبك توقعت. ما بس أنا وات يا عيال وقف. أمين 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 سريع. ما أشوفك سكيب. أنا بسوي سكيب لكن يا عيال صوتر على أحمد لأنه كذا بكذبة بيضاء. طيب أوكي أنا اللي بسوي اشتمال. أنا بتكلم طيب. لا 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 بالله يا عيال اعطوا اللعب حقه يا ابو شايع. خلاص لا 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 بتكلم يا ابو خالد. لا والله بتكلم عليك. لا 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 طيب ابى اتكلم اوكي. تفضل. اول شيء يوم اني ماشي معاك يا ريدكس قبل شوي وقاعد اقول لك ان الجثه بالالكتريك انا ما قلت من باب للطاقه. انا قلت ان في دبل كل ولاني كنت شايفك ماس جسمي في جسمك بس جلطت فيني يوم انك جحدتني هو 100% انت مو قاتل ريدكس. انا جسمي بجسمك حنا متطابقين مع بعض وكيف. لحظه ابو شايع ممكن اتكلم يا اخي حتى لو انك مسوي ريبورت خلني اتكلم. الله يرضى عليك. ويوم انه يقول لي اسوي الاسلاك. اسلاك مين يا اخي؟ هذا يسوي ايش يعني يعني معاك لانك قاعد تصدم. انا متاكد انه مبت بس ابغى اتصدم يا اخي. ما شفتك بيكسبني بيكسبني. طيب كيف بقول لك بالالكتريك وكيف بقول لك انها دبل وكيف بقول لك هذا كله وكيف بقول لك انت معاه لان دبل ثرين وانت عارف ان اللي طفل الانوار لا 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 مستحيل اتكلم هذا كله بدون ما اعرف. دقيقه عيال اختار ماس. صباح الخير. طيب لازم نسوي الان احكي السوالف منك يا ابو براء. اقدر اتكلم بس 5 ثواني. تكلم مودي مو مشكله. مودي عارف كان في الالكتريك. بس يا عيال انا اضمن لكم واحد اذا ما كان هو انا ما اعرف شيء. في حركه إيه؟ شهيره عند ابو خالد انه يقول انا حاطه ميوت عشان بس يبعد الشك. يا عيال لا يا عيال وصل لعب وصل يا مودي 10 لعب وصل. ما لا هذا كنا مايك ويصدم التريلات. طيب لازم نطلع واحد. لازم نطلع واحد الان انا ريدكس ضامنه 100% لانه كان معاي ودخل. مستحيل انه بيذبحني. بقى رامي يعني رامي بالثمان بالله سلام بالكوكو مواطن. يا الكلام تفرط تبوك شن قاعد اسال سؤال واحد لكل واحد. اسهل اسهل بسرعه بسرعه ما في وقت. في البدايه من الكافيتيريا الى تحت في الادمن. لا داونلود وش سويته؟ وش الداونلود مو الابلود؟ الداونلود التحميل اللي قبل الابلود اللي قبل. وانا اعرف انجليزي اقول لك ترى حركات ذي حركات عارف في بديلك ذا. لا اعرف والله والله ما اعرف ابلود داونلود. اضغط الزر واروح انزل الزر بس. ايه خلص الوقت يا ولي. والله خلص الوقت بيفوزون باستر هنيا لهم. كيف يا عيال لا ما ينفع سكيب صراحه. انا بصوت والله. انا بعد بصوت والله. انا صوت ما ادري صوتت انا والله اني صوتت عشان كلام ابو خالد جد المرتب ويلعن ابو التصديم يا مبذره يا يا ما في ما انا اوري ابو خالد والله ترى كلامك مو مرتب. كلامك نهائيا مو مرتب. لا افصل في البث. في جد 100% ما شاء الله تبارك الله. ثواني صوت. تكلم يا رامي تكلم. اوكي كيف. طيب اوكي خليني اختصر الموضوع انا. مودي 10 هلا. تذكر يوم صوتنا على اسمر؟ ايه. من اللي سوى سكيب معاها؟ رامي من ثواني مودي اسمر بشتري لك صمولي والله العظيم بس اسمعني صمولي. طيب يلا انا اسمع. لا تردش علي اسمعني. انا كنت يا مود اسمعني يا حبيبي اسمعني بس اوكي. انا كنت عند شو اسمه جهه الالكيكيشن اوكي بسبب المربعات. صوت على احمد انو ما صوت على رامي. صوت علي رامي. صوت يلا يا مودي. انا اللي ايوه رامي كمل. فروحت لقيت الجثه ولقيت جنب المهمه الثانيه. قلت خلاص خلنا اسوي المهمه بعدها ابلغ على الجثه. يا سلام. بلغت ولا لقيت احمد جاي نازل علي ما ادري هو اوكي يلا خلصت يا طيب مودي 10 ممكن تخلصنا عشان طولنا. طيب اسمع شوف
انا احس اني بقلكم لو صوت، بس تدري خليتني اشك فيك يا احمد. انا ايه لانك صوتت على طول، صوت على طول. اوكي طيب، اوكي طيب، خليني اقنعك عشان افكر، خليك تفكر بس ركز معي. اوكي ركز معي عشان ما تصدم، لان لو انك لو صدمت واضح ان مودي قال لك صدم، فابيك تركز معي الان. الراوند اللي قبل هذا انا مطلع مودي، انا قايل مودي، مين الوحيد اللي ما كان عليه كلام؟ رامي، ما ندري وين مكانه، ومصوت اسكب مع مودي. الان تبي تعطيه كل الوقت؟ انت من جدك تجرطنا الان تسوي لنا جلطه الكبرى يا مودي، فلا لا تطولها، صوت خلنا نخلص، المفروض احنا مخلصين اصلا من الراوند الاول، بس نطولها ابو خالد عشان يبث سلكنا له. اوكي يا اخي صوت. ايوه